أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الجدعان. خلونا في بداية حلقتنا النهاردة نتكلم عن محصول القمح في مصر. هو المحصول الاستراتيجي الأول ومن أخطر الآفات التي تصيب محصول القمح، الحشائش العريضة والرفيعة ممكن تضيع من المحصول من 20-25% في حالة إهمالها. اللي بيحصل النهاردة إن جميع شركات المبيدات أو شركات تصنيع مركبات مكافحة آفات القمح بتواجه أزمة كبيرة جداً في توفير خامات ومركبات مكافحة الحشائش الرفيعة والعريضة في محصول القمح. الشركات الوطنية التي تعمل في قطاع تصنيع مركبات مكافحة الآفات الزراعية لغاية النهاردة مش عارفة تفتح اعتمادات لإدخال خامتها ومركبتها الخاصة بمحصول القمح. خلي بال حضراتكم، احنا عندنا فرصة لغاية الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر لمكافحة الحشائش في محصول القمح في محافظات الصعيد، وعندنا فرصة لغاية الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر المقبل لمكافحة الحشائش في محصول القمح في محافظات الدلتا. يعني مش فاضل غير وقت بسيط جدا إذا لم نتحرك لإدخال هذه المركبات لتصنيعها في شركاتنا الوطنية هنواجه أزمة كبيرة جدا. يعني عمالين نقول لكل المزارعين من فضلكم توسعوا في مساحات القمح، محتاجين كل حبة قمح. ونيجي على المركبات اللي بتكافح آفات القمح من الحشائش المدمرة للمحصول وما نقدرش ندخلها أو ندي الفرصة لشركتنا الوطنية عشان تصنعها بتكنولوجيا قادرة على مكافحة هذه الآفات الخطيرة. القضية خطيرة بالفعل ويجب التحرك سريعاً للإفراج عن جميع رسائل خامات ومركبات مكافحة الحشائش في الموانئ المصرية. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا النهاردة في برنامج الجدعان.